أعتقد أن اندماج كتيبة المواقعون بالدماء مع حركة التوحيد والجهاد تحت مسمى جماعة المرابطون، أعتقد أن هذا الاندماج جاء بفعل الضربات القوية التي قامت بها القوات الفرنسية مؤخرا بشمال مالي، والتي أضعفت تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة بشكل عام في الشمال مالي، وأدتهم إلى الفرار إلى الجبال المحاذية للجزائر. في اعتقادي أن بن لعور ابتعد عن قيادة التنظيم على شكل بشكل مرحلي أو تكتيكي، لأن بن لعور يسعى إلى دمج باقي الحركات المسلحة كتنظيم القاعدة في تحت إطار واحد، وربما يقود في مرحلة معينة جميع الحركات المسلحة بعد توحيدها لمحاولة استعادة السيطرة من جديد على الشمال المالي. في اعتقادي أن غياب بن لعور في هذه الضربية كما قلت لك مرحلي أو تكتيكي لإعطاء قوة جديدة للتنظيم المسلح. لكن هل هذا مؤشر على تنافس ما بين بن لعور وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي؟ لا أعتقد ذلك، أعتقد أن بن لعور الآن يحاول أو يسعى للم شتات الحركات المسلحة من أجل أن تكون قوة واحدة، لأن الظروف تحتم ذلك والوضعية الآن تحتم ذلك. لم تعد يعد تنظيم القاعدة بالشكل الذي كان عليه في السابق، فقد الكثير من عناصره، فقد الكثير من آلياته ومعداته العسكرية، أصبح أفراد قليلون مشتتون يواجهون خطر القتل والقصف الفرنسي، يواجهون خطر الاعتقالات، حاولوا بشتى الوسائل إظهار أن لديهم قوى من خلال الاختطافات في النيجر ومن خلال التحالف مع حركات في بوكو حرام، لكن هذا كله يؤكد أن تنظيم القاعدة الآن يوجد في وضعية قد ما يقال أنها هشة جدا ويحتاج لاستعادة قواه من جديد.